أهلا بكم مجددا. اندلعت اشتباكات بين مجموعة من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيا وعناصر من ميليشيا تابعة للأمن العسكري في بلدة الجيزة شرقية درعا. وأفاد موقع تجمع أحرار حوران أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف على توزيع المازوت في محيط كازية الأميرة، ذلك على الطريق الواصل بين بلدتي غصم والجيزة، بعد وصول 12 ألف لتر من المازوت إلى الكازية ومحاولة مجموعة من الفيلق الاستيلاء على كميات منه. هذا وكان صاحب الكازية قد تعرض للاغتيال منذ مدة، اتهمت ميليشيا تابعة للأمن العسكري بالوقوف وراء ذلك وفقا للمصدر. نبقى في الجنوب ولكن إلى محافظة السويداء التي شهدت حادثة اختطاف سجين لحافلة كانت تنقله مع مساجين آخرين إلى المحكمة، كما نتابع في هذا الفيديو محتجزا رجال أمن كانوا بداخلها كرهائن. موقع السويداء 24 نقل أن السجين هدد بتفجير الحافلة بقنبلة يدوية كانت بحوزته حال اقتراب أي جهة أمنية منه، في حين فرضت قوى الأمن التابعة للنظام طوقا حول المنطقة وأطلقت العيار الناري أمام قصر العدل مسببة حالة من الهلع للمدنيين الموجودين في مكان الحادثة. هذا وأشار مصدر أمني للنظام أشار إلى أن الفاعل محكوم بقضية قتل زوجته منذ 3 سنوات، وكان من المفترض أن ينقل إلى السجن المدني قبل تنفيذه الاستعصاء. منعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام استخدام طائرات الدرون للتصوير باستثناء الجهات الحكومية وشركات الإنتاج بشرط الحصول على تراخيص. وأمهلت الهيئة ملاك طائرات الدرون 2 شهر كمدة زمنية لتسليمها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وفق ما ذكرت، مضيفة أن التراخيص ستمنح فقط للجهات الحكومية وشركات الإنتاج وللغايات التعليمية والبحثية، في حين حددت تعرفة التقدم بطلب الترخيص ب10,000 ليرة سورية. شهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا ملحوظا بأسعار السلع الأساسية على خلفية رفع المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3,015 ليرة سورية. صحيفة الوطن المقربة من النظام نقلت أن الارتفاع الفوري كما وصفته للأسعار تراوح بين 300 و500 ليرة لسلع الألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلبة. من جهته عد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن أي قرارات تصدر عن الحكومة بالنسبة للأسعار ومنها قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي سيؤثر بشكل تلقائي في الأسعار، مشيرا إلى أن توقيت رفع سعر الصرف كان غير مناسب نظرا لما تشهده المواد الأساسية من تقلبات سعرية بشكل يومي. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن حكومة النظام تقوم بشطب أسماء أطفال فلسطينيين من لوائح البطاقة الذكية بحجة عدم امتلاكهم رقما وطنيا. المجموعة نقلت عن فلسطينيين قولهم إن شركة تكامل ترفض استخراج بطاقات ذكية لأطفالهم ممن هم دون سن 15 مما يحرمهم من الحصول على مخصصاتهم من المواد التموينية. وبحسب شهادة أحد السكان وهم عائلة مكونة من 10 أفراد ولا يستطيعون تسلم مخصصات إلا لشخصين منهم، وذلك لعدم تسجيل أولادهم بنظام البطاقة للسبب نفسه. شهدت أسواق في القامشلي بريف الحسكة إضرابا جماعيا على خلفية فرض الإدارة الذاتية ضرائب جديدة على التجار في المدينة. وذكر موقع باس نيوز أن أكثر من 160 محلا أغلق أبوابه في المجمع المركزي رفضا لفرض الإدارة هذه الضرائب المالية. وتشهد مناطق سيطرة قسد إضرابات شعبية مستمرة تنديدا بإجراءات السلطات المسيطرة بشأن رفع الأسعار واحتكار المواد وزيادة الأعباء على أصحاب المحال التجارية.